السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناة أم سعد عبد الله. من بعد 3 الأجزاء اللي درنا في طريقة عمل الفراشة بالكروشي، اليوم إن شاء الله غادي نديرو الجزء الرابع والأخير في هذا الدرس. هذا كما وريتكم في الجزء الثالث، وريتكم هاد المناقية هادي، ووعدتكم انني غادي نوريكم في الجزء في الدرس الرابع هذه اللي تنوريكم، هذه الفتحه ديال الفتحه ديال النستقه اللي تتكون الفوق. لاحظوا مزيان، والدوره ديال العنق، وان شاء الله نوريكم كي نديرو نثبتو هاد الحاشيه ديال الكروشي، ثبتوها كما تتشوفوا هنايا. دابا نبداو الدرس ديالنا ان شاء الله. من بعد ما خليت 1.4 سنتيم ولا 5 سنتيم كما قلت لكم من هنا الفوق، هنا فين وصلت في الخدمة، لاحظتو كتجي أنا هنا ارتفعت بارتفاع عمود. غادي ندور الخدمة ديالي، غادي نخدم عمودين كما العاده وسط هذوك جوج اعمده اللي درت. انا خدمتهم، دابا غادي ندير سلسله وحده وفوق هاد 3 الاعمده، غادي ندير 3 الاعمده فوق كل عمود، نخدمو عمود. ثلاثة، أربعة. أنا هاد الخوية هادي اللي بقات لي هنايا من الخدمة اللي درت قبل ما بغيتهاش تبقى لي خوية، غادي نزيد فيها واحد العمود، واني ما غاديش نخدمو، ما غاديش نحتاجو في هذا في الخدمة اللي ندير دابا. غندور ثاني الخدمة ونرتفع بعمود 3 سلسلات، ولا نديرها جوج. لاحظوا مزيان، انا غادي نخدم هنايا سلسله وحده، عمود واحد، وغادي ندير واحد السلسله ونخلي واحد العمود ما نخدموش، ونجي لهنايا ونخدم عمود ونزيد عمود اخر حداها. يعني اشنو درت؟ انا درت 3، درت ارتفاع ديال السلسله، ارتفاع العمود، ودرت حداها عمود، وخليت واحد العمود ما خدمتوش، ودرت جوج اعمده. دابا غادي ندير سلسله وغادي نخدم جوج اعمده ما بين هاد الجوج، واحد جوج. غادي دابا نلصق في الحاشيه كما قلت لكم دائما نفس الارتفاع، ونرتفع ثاني بجوج غرزات هما، وندور العمل.
ده ما بين هاد الجوج هادو غادي نخدم تاني جوج أعمدة. واحد جوج، ندير سلسلة وتاني هنايا غادي نخدم عمود. واحد جوج صافي. هاد الخوية هادي اللي خليت هنا، هاد السلسلة هادي هي فاش غادي ندير العقدة. وانا ديجا وريتكم الطريقة ديال العقدة. بالنسبة للأخوات اللي يلا شافوا الفيديو أول مرة تيشوفوه، يمكن لهم يشوفوا الفيديو السابق، راه فيه طريقة. عدد الأعمدة على حسب حجم العقدة، بغينا عقدة كبيرة يمكن نديرو 10 الأعمدة تسود، بغينا حاجة عقدة صغيرة يمكن نديرو غير 6 7. تنخليو هاد جوج أعمدة اللولين، غادي نجيو العمود فاش بدينا العقدة منو مناش غادي ندخل كروشي ونجبد العمود الأخير اللي درت. هاهو صافي. دابا غادي نخدم هاد العمود الأخير اللي بقى لي هنايا. لاحظتوا دابا تاني غادي ندور العمل. ها هي العقدة شتوها، لاحظوا مزيان، ها هي تكونت العقدة. دابا تاني غادي نفس العمل، غادي نرتفع بارتفاع العمود غادي نخدم العمود الاول. نخلي واحد السلسلة وغادي نخدم هاد جوج أعمدة التاليين. ها واحد نحاول ناخد الخيوط كاملين، ما نخليش مثلا شي خيط مبغى ما شدوليش هكا الكروشي، نعاود ندخل ونجبد نعاود الخدمة باش ما تجيش الخدمة مش نتفى. لاحظتوا دابا غادي نخدم واحد السلسله ونخدم ما بين هاد الجوج هادو، نخدم واحد جوج اعمده. ثاني نشد هنا بالحاشيه ثاني ندور العمل. دابا غادي نخدم ما بين هاد الجوج، غادي ندير جوج تاني، جوج أعمدة، واحد السلسلة عفوا انا خدمت واحد السلسلة. دابا فوق هذا عمود هاد جوج أعمدة غادي نخدمو عمود عمود. العمود الاول فوق العمود الثاني نخدمو العمود الثاني هنا تاني في هاد السلسلة اللي خدمنا. غادي نخدم عقدة. ثلاثة واخا متحسبش، انا تحسب في مع نفسي. أربعة وذكر الشي كله حساب.
وانتي تتخدمي وانتي تتحسبي. سبعة نحتفظ بهاد الغرزة التالية وندخل الكروشيه في العمود الأول اللي خدمت هو هذا صافي، ونعاود ندخل الكروشيه في العمود الأخير ونجبد صافي. دابا غادي نخدم العمود الأخير وهكا تاني غادي نخدم عمود سلسلة اللي تتعتبر عمود نيت ونبقى نخدم كما تتشوفو علاش تنحسن. دابا انا غادي نكمل الخدمه حتى نوصل لهنا الفوق، غادي نطلع شويه على هاد البلاصه هادي، غادي نطلع بواحد شويه ونعاود نتلاقاو باش نوريكم الدور هاد العنق دا زوين. من بعد ما طلعت بالخدمه حتى الفوق كما قلت لكم، هاي هي المسافه باش تنطلع لهنا على الدور هاد العنق. غادي نخدم ثلاثة سلسلات يعني باش غادي نرتفع، نزيد ثالثة صافي وندور ثاني الخدمة هكا. ما غادي ندور على العنق، تنجي لهاد الخوية هادي تنخدم فيها جوج أعمدة ندير واحد سلسلة ونجي تاني لهنا ونخدم عمودين يعني في البداية تجيكم شي صعيبة باش انكم تدوروا الخدمة لشي اخرى، وين دابا تجيكم من بعد تجيكم سهله. تنجيو تنديرو ارتفاع ديال العمود نضربو تاني جوج ضربات في الحاشيه وندور الخدمه. لاحظوا ما بين هاد جوج عمودين اللي درنا ندير بيناتهم عمودين وندير واحد سلسلة وفوق هاد جوج أعمدة غادي ندير كل فوق كل عمود ندير عمود. نبقى مستمرة على هاد الخدمة هادي تاني غادي ندير ارتفاع ديال عمود واحد جوج ثلاثة وندور الخدمة. لاحظتوا هنايا هاد العمود هاد السلسله هادي باش طلعت هاد ثلاثه سلسلات سيعوضوا لي عمود، يعني ما غاديش نخدم جوج اعمده غادي نخدم غير واحد فوق العمود الثاني
خدم سلسله وحده ما بين هاد جوج اعمده، غادي نخدمو ثاني جوج اعمده. نتمنى تكونوا فهمتوا. ثاني غنضرب في الحاشيه، ونرتفع ثاني بمسافه عمود. ندور ونبقى غاد على هاد الخدمه هادي، يعني غادي نخدم عمودين وسط هاد جوج، اعمل جوج عمودين نيت هاد جوج هادو، ونخدم عمودين في الشن، وندير تاني سلسله فيها ثلاثه. لاحظوا مزيان، غنبقى غادا بنفس هاد الخدمه هادي، غادي ندور بيها هاد الدور هاد العنق كامله. نطلع بها الدوره كامله ديال العنق، حتى نوصل هنايا. هنايا انا خدمت حتى هاد الشيء الاخرى نفس الخدمه اللي خدمتها هنا، حتى خدمه هنايا، وتنطلع بواحد المسافه يعني باش يكون قد قد. وهاد الخدمه اللي تنجيب من هنايا تتبقى دايره دايره حتى لهنا، تنتبتها بهادي، تنتبتها مع هادي هني بهاد الشن بعدا. صافي، بقات لنا حاجه وحده، انا نوري لكم هنايا فهاد اللي خدمت كيفاش تدشي. هنا كنت نثبتوها، لاحظتوا ها هي الدوا ديال اللي درت. دابا بقات لنا حاجه وحده في هاد الدرس هذا، هي كي غادي نديرو نثبتو الكروشيه على الثوب. هنا بديت الخدمه، هنا غادي نوريكم هنايا واخا مازال ما ساليت هاد الدرس الصغير، مازال ما ساليتو من هنا، سهل. تنهبطو هاد الخدمه ديال، تنهبطها هكا مزيان، نحاول نقادها مزيان مع الثوب على هاد الشكل هذا. صافي عادي. اه وواحد الحاجه نسيت ما قلتها لكم، باش تنختاروا الخيط من احسن يكون الخيط بنفس اللون ديال الحرير المبروم، بنفس اللون ديال المهم الحرير المبروم باش خدمنا. صافي ونخدموا عادي، تنشدوا غير هاد الجنب هادو غير هكا بالبرا والخيط. تنبقاو غادي على هاد الخدمة هادي. انا مبغيتش الفيديو، مبغيتش نوريكم كلشي بالتفصيل، لان تلقى صعوبة باش ننزل الفيديو، الا كان الفيديو طويل تلقى صعوبة باش ننزلو في اليوتيوب. صافي تنبقى دايره 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 حتى لهنايا، ونثبت هاد الاول مع الثالث، نثبته مزيان بالبرا والخيط. صافي في الاخر تنحصل على هذا الشكل هذا. كما تشوفوا هنايا اللور هنا تنثبت الاول مع هذا الطرف الاول مع الطرف الاخير، وملي تنساليو الخدمه ما نساوش نقطعوا هاد هاد الخيوط هادو اللي تيكونوا هنا، المهم تيكونوا في البدايه وفي الاخر باش تجي الخدمه نقيه. وهادي هي الفراشه ديالي من بعد ما ساليتها ملي خدمتها بالكروشيه.
لاحظت مزيان. كانت معكم أم سعد عبد الله.